مشاهدينا الكرام مرحبا بكم، نستكمل حوارنا في الجزء الأخير مع الأستاذ سيف الله محمد شربتلي وهو نائب المدير العام لشركة محمد عبد الله شربتلي المحدودة. طيب احنا نلاحظ انه الاستثمارات يعني الزراعية انتم بديتوها ما شاء الله من عام 1930 تقريبا، من زمان. لا الزراعة دخلنا فيها في الثمانينات، يعني في الثمانينات كشركة وتوسعتوا، يعني نتكلم على اكثر من 30 سنة تقريبا. وبالتالي انتم من اول الشركات اللي استثمرت في الخارج زي ما يحصل الان في توجه للدوله وتشجيع المزارعين والى اخره. انت ايش رايك في الاستثمار اللي قاعد يصير، مش انتم اللي قاعد يصير الان في التوجهات الاستثمارات الخارجيه الزراعيه هذه في تايلاند وفي اندونيسيا؟ الامن الغذائي. الامن الغذائي وهي مشكله، الامن الغذائي مشكله صعبه، صعبة الحل، وعاملة زي البيضة ولا الدجاجة الأول. أنا دائما عندي وجهة نظر في الدول هذه. أنت دحين اليوم لو قلنا في حبشة رحت استثمرت رز اكزامبل مثالا، وحصل نقص عالمي في الرز بل مجاعة، طيب فأنت تبغى تجيب الرز حقك لشعبك، هل حكومة الحبشة هتسمح انك تطلع كونتينرز رز والناس عندهم مو لاقين ياكلوا؟ هذه حصلت في سوريا من قبل الحرب بسوريا، وهذا من 3-4 سنين وقفوا تصدير البندوره طماطم ممنوع. ليه؟ لانه السوق المحلي استهلك وما صار فيه، سعرها وصل سعر جنوني، طلع قرار حكومي ممنوع. طب انا لو كان عندي انا كمستثمر سعودي مزارع طماطم هناك كانوا هيسمحوا لي؟ يعني قصدك انه التركيز على السلع الاساسيه صعب. صعب خاصه انت لو انت محتاجها في وقت الازمه، وقت القحط، وقت المجاعه، هتكون المجاعه عالميه. انا اعتقادي اظن وقد اكون سطحي، لكن مخزونك الاستراتيجي هو دولارك. هو الفلوس اللي في جيبك، هذه اللي هتروح تشتري بيها. كيف توفر الدوله؟ انت خبير زراعي وخبير في الفواكه والزراعه. كيف اوفر امن غذائي في بلد زي بلدنا؟ لا نهر لا احنا ما عندنا مويه. المشكله احنا مشكلتنا يعني كيف وين نروح؟ مشكلتنا مويه، مشكله المملكه في المويه. اعرف انه في اقوال متضاربه، في ناس بيقول لا عندنا مويه تكفي، لا ما عندنا مويه تكفي، بس انت اليوم عندنا ازمه مويه شرب في جده. هذا معروف. يعني الشرب، فتقول لي ازرع القصه. طيب انا كيف اوفر الامن الغذائي؟ قلت لك انا الاجابه، لو عندي الاجابه انا اكون طيب. انا ما عندي خيار، الاجابه من سيربح المليون. الامن الغذائي، بس انا اعتقد انه في محاصيل ممكن نزرعها، نشوف احنا نشوف، لازم نجيب خبراء يشوفوا المناخ عندنا والتربه ايش ممكن نزرع ونزرع نستصلح. بس ما يعني انت لا تستطيع ان تطوع الطبيعه. ما اقدر اقول لك والله انا ابغى ازرع علف والعلف بيحتاج كمية موية غير عادية وانت ما عندك أكثر من القمح، او انا في الشركات اللي في الشمال هاتكو تاتكو دول جماعة بيزرع تفاح. طيب التفاح كله موية. طيب تكلفة التفاح، يعني انا اجد انه لا، نرجع للبيسكس، نشوف ايش اللي ممكن نزرعه وايش الارض تصلح لي، ونبدا نستصل في الامن الغذائي. نشوف المناطق يا اخي، نهتم اكثر بالطائف. والطائف الان بتروحها والله تحزن، كلها حماير وكلها هذه، كان ممكن الطائف تكون كلها مزارع عندهم. والجنوب يعني، بس برضو ما تكفيك انت كسوق. كم حد السوق السعودي بالفلوس؟ في انا اقول لك فواكه، ايوه خليني في مجالي يعني. حوالي 5 مليار ريال. 5 مليار 5 مليار ريال. والنمو كم السنوي تقريبا؟ ما نمو السكان اللي هو 4-5%، نفس المعدل يعني. في ما اقدر اقول نفس، بس في تقارب او صله كبيره بين حصتكم من السوق، حصه الموز ولا حصه البرتقال؟ نصها في النص. بالنص. في النص يعني. انا اقدر اقول 65 50
في بعض المنتجات، يعني الافرج حوالي 60%. 60%. 60%، لاني متواجد في كل مدن المملكه. طيب كيف تستطيع توفقوا كل مناطق المملكه؟ يعني كيف توازنوا بين مناطق المملكه في التوزيع والى اخره؟ تحطوا ايجنت انتوا ناس موزعين ولا انتوا بنفسكم؟ احنا اللي سويناه كنا ننقل البضائع من الموانئ جده والدمام الى باقي المملكه. عملنا بنينا ثلاجات مستودعات مبرده في المدينه وفي تبوك، في خميس مشيت، في بريده دحين نبغى نبني، في جيزان، ما ابغى انسى احد، الحسا. فنبدا نوصل الى مراكز التوزيع هذه الثلاجات المستودعات المبرده، ومن هناك نودي بالفانز بالديستريبيوشن اللي هو التوزيع الى الزبون الى بائع الجمله. طيب انت قلت لي مره انت قلت لي توسع افقي وراسي. نعم. الراسي ايش هو؟ الراسي كان هو الدخول في الزراعه، وبعد ما كوننا الشركه الزراعيه وبدا انتاجنا عملنا محطه تعبئه، بدل ما اديها لاحد يعبي لي هي صرت انا اللي اعبئ المنتج، وعملت شركه تصدير، صرت انا اصدر للمملكه العربيه السعوديه ولسائر العالم. يعني صرت بعدين من البدايه للنهايه. للنهايه يوصل هنا. انا عندي شركه نقل، عملنا شركه نقل، الشركه العربيه للنقل، هي التركاتي اللي تروح تجيب البضاعه من الميناء توصلها للفروع. انا لاحظ انتشار محلات عصير كثير. ايوه ايه كثير. مصالحكم طبعا. من صالحنا. لكن ما توجهتوا لهذا المجال انتم؟ لا يعني لا ما توجهت لي انا، ما لكن اجد ان انا هنافس زبوني. هو لما ينجح حق العصير ده هو بيشتري من فين العصير؟ يعني زي محلات ما ابغى اسميها محلات القهوه هذه، الحين صارت في كل ركن وفي كل زاويه. ايه صاير. وبعدين نفس الشيء فواكه ممكن، يعني بالعكس على الاقل هذا شيء صحي. اي بس هذول زبايني. يعني هذا القرار لو انا اتخذته قرار بمقاطعه الزبائن والوصول الى المستهلك الاخير، قرار قوي، قرار كبير يبغى له دراسه جدا كبيره. لانه انت هتبدا تاخذ، يعني تعتبرهم منافذ اضافيه. هذه حيكونوا منافسين. وانا هاجي افتح جنبك، انت زبوني دحين واجي فتحت جنبك، لا يمكن تقدر تنافسني. ففكرنا فيها كذا مره، انا تعمل محلات ريتيل شربت لي وهذا، بس يبغى لها دراسه، يبغى لها دراسه. اتوقع يعني تسووها، لكن مش الان، مستقبلا يمكن. يعني هي موجوده على الطاوله بتدرس. طيب. الثورات العربيه اللي صارت هذه. نعم. في مصر، في سوريا، في نسبيا اليمن والى اخره، هل اثر على يعني اسعار الفواكه والخضار في المملكه ولا ما كان له تاثير؟ لا 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 ابدا، بالعكس. احنا نسيت اقول لك، احنا في عام 2010 في مصر بدانا نجهز الارضيه انه نبدا شغل في مصر، نستورد فواكه للسوق المصري تحت شربتلي. وعام 2011 في يناير كان اول دخول رسمي للسوق المصري. قبل الثورة. قبل الثورة بثلاث أسابيع. قامت الثورة ما وجدنا أي مشاكل في مصر، بل بالعكس السوق المصري بيستهلك زي السوق السعودي، إذا مو أكثر. عندك 90 مليون بني آدم، وبزحين أصبحوا بيأكلوا تفاح أمريكي وتفاح إيطالي وكله وكله شربت لي. لما دخلنا السوق المصري كان سعر الكيلو التفاح مثلا حوالي 23 24 جنيه. اليوم سعره 11 جنيه. نص. لانه دخلت انا وبقوه، وانا ما ابغى، انا ربحي بالفوليوم عدد، ما ابغى. مو كان زمان بالترن اوفر، كان زمان السوق المصري لا هيت اند رن، انا وانت نتقابل نتفق نجيب 100 كونتينر تفاح نبيعهم في السوق لا. اول مره بدا السوق المصري في واحد بيجيب دائما، موجود دائما التفاح. فاتجهنا الى مصر وفتحنا في دبي في البحرين، ومن دبي بخدم الكويت والعراق وعمان. فيعني هدفي برضو يا رب اوصل له او اوصل الى نصه، انه استطيع انه اكون اكبر
متعامل في الفاكهة، ما أصبحت تجارة، أصبحت إدارة، أصبحت فروت أوبريتر في العالم العربي، من طيب. من من طيب. منامة إلى الرباط. طيب المصادر الآن اللي توردوا من هذه الفواكه هذه لا تنضب مستمرة يعني، ولا هي متجددة؟ لا ما فيها مشاكل. أنا عندي قصص الاحتباس الحراري وشح الأمطار في العالم والقصص هذه. دائما عندي مشاكل ودائما عندي نقص ودائما عندي مشاكل مناخية، الشغلة متغيرة كل يوم. أنا كمزارع أحيانا بتمر علي سنين كل حاجة تمام، عملت كل الأمور صح، الأمور كله صح، فاضل أسبوعين ونقطف التفاح وتجيك عاصفة برد، برد ينزل يدمر 30% من المحصول. هذا يزرع وما في تأمين ضد البرد فيروح 30% من المحصول. احيانا يعني تقول حظي وهذا بتاع، بس بيكون عليك وعلى غيرك، فالسعر يرتفع عشان المعروض اقل، فتعمل تكون احسن سنه. واحيانا العكس، يعني من اكبر الغلطات اللي انا عملتها في شغلي اني مره في مصر طريقه ان انت تشتري المحصول اسمها تأجر الحديقه او الجنينه يسموها، تأجرها لمده 3 سنين المحصول لك، فانت تجيب التاريخ. هنسميها صبرة. صبرة محلية هذه. يعني أوكي. تجيب التاريخ، والله هذه بتنتج 10,000 12,000 8,000 في السنة الكويسة، 12,000 في السنة الوحشة، فتقول يعني 10,000 وتسعر على ذلك وتخش مزاد، والله ودخلنا المزاد وكسبنا. كنت سعيد جدا. أوكي. أنا يعني أخذت هذه لأنه كده ضمنت البرتقال. هي الأفريج كانت حقها 10,000 طن في السنة، جابت 20 دبل، 20,000 طن، جدا كانت سيئة بالنسبة لنا السنة دي، جدا سيئة، لأنه كل المحصول في مصر الضعف جاء بكميات غير عادية هنا، صار بيتباع تقريبا ببلاش، صرت أبيعه في السوق المصري بالقفص. عارف شوف سبحان الله، مع انها جابت 20 المفروض تقول والله اوه، بس مش لوحدك، لكله، لكله ايه، لكله. وكانت من اصعب السنين علينا، من اصعب السنين. بس يسموها بامبر كروب، لما الشجر هذه سنه تكون، بس ما تتكرر كثير صح؟ ما تتكرر كثير، بس مع الاسف انا كنت طيب. اجرتها 3 سنين. طيب الآن الاتجاه يعني الزراعة في المملكة ينزل ينخفض، هل بيكون الاتجاه المستقبلي قد لا تكون عندنا زراعة؟ والله أنا شايف العكس، أنا شايف أنه الموضوع مرتبط كثير جدا بتحلية مياه البحر. لو تكلفة التحلية نزلت، وهي بتنزل الآن لأنه كل يوم التكنولوجي بيتقدم، لو نزلت تكلفة تحلية المياه قد نستطيع ان احنا نزرع، يعني نزرع من التحليه. ايوه احنا بتكلم في خلال 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 20 سنه اتوقع مثلاً. انها يكون مكلف جدا الان، ولكن انت تخيل كان قد ايه بيكلف تحليه اللتر من 20 سنه، وشوفوا بيكلف كم دحين. كمان 20 سنه ممكن كم يكلف. بس الموضوع مو بس مويه والمناخ، التفاح يبغى له شتاء، يبغى له برد، يعني غير لو هتعمل تحلي المويه وتحطه في بيوت خضراء. ما شو بتكلم عن لبنان انت ابدا؟ لبنان بنجيب من لبنان بس مش كثير، ما عندهم يعني شوف بالسوق دائما تفاح في منتجات يعني، لكن ما اشوف لك متوجه فيها. نرجع للاستقرار السياسي، ان انا اروح استثمر في لبنان لا. وبعدين ماني محتاج، موجود ناس اقدر اشتري منهم. انا بروح استثمر في البلد اللي ماني قادر احصل على الكميه اللي ابغاها. لكن لبنان في كثير ناس وبنستورد من لبنان، بنجيب بس مش في علامه الشربات، بنجيب من تركيا وبنجيب من سوريا وبنجيب من الاردن، وبتعامل كثير مع الشركات المحليه اللي هي الشركات الزراعيه السبعه الكبار. في منافسين لكم؟ في طبعا هنا. ايوه كبار؟ اه طبعا. في نفس الفواكه؟ مجال الفواكه عندنا منافسين. كم من المنافسين او اللاعبين في السوق خلينا نقول؟ والله شوف
في كل منطقة في كل منطقة ليه؟ لأنه أنا موجود في كل مناطق المملكة، لكن في كل منطقة من مناطق المملكة عندي منافس قوي وشرس وصعب. يعني عندي في الرياض 3-4 جدا عنيفين واحترمهم، ناس حقيقي فاهمين إيش بيسووا. عندي في جدة كذا واحد جدا ممتازين وعارفين إيش بيسووا، وهذا أنا أشوفه شيء صحي لأنه بيخليني دائما على طرف أصابعي، دائما أبغى أخذ خطوة. هل يعني السعر هو المعيار دائما لتحديد الأفضلية ولا لا؟ كيف الأفضلية؟ السعر يعني أنت أقل بريال أنا أنت أزود بريال. في زبون اللي هو جدا مهم بالنسبة له السعر، وفي الناس اللي لا اللي هو الاستمرارية كمان. خلي بالك مو أنا زي ما أنا هراعي زبوني اللي بيجيني كل يوم، اللي بيجيني في أيام سعري أغلى وأيام سعري أقل. أنا بقولك ليه في عندي أحيانا منافسين، المنافس الصغير يكون أصعب من واحد كبير لأنه الأوفر هيد عنده أقل، مصاريفه الإدارية أقل، تكلفة تشغيلية أقل، ولكن يعني طيب نصيحة بنحاول. لكن في عندك منافسين برضو كبار زي أبار زي ديلمونتي، زي في موجودين. ديلمونتي هذه شركة أمريكية. طيب أستاذ سيف الله، الآن ودي نصيحة قبل ما نختم الحوار. مواطنين يشتهركوا فواكه فريش يأخذوا أكثر من حاجاتهم وين آخر، أفضل طريقة للمحافظة عليه في المنزل كيف؟ أنا أعرف أنه يحط في ثلاجة وبارد، لكن هل في شيء استثنائي؟ في شيء مختلف؟ للحفاظ على الفواكه، الموز لا تحطه في الثلاجة مثلا. الموز لا يؤكل غير لما يبدأ ينقط، مش هو أصلا ينقط السود هذا. لما يبدأ ينقط هذا أفضل وقت تأكل فيه الموز. أنا أقدر أديك يعني بعض النصائح، تبغى لو تبغى الجمهور الكيوي مثلا لو كان ما هو مستوي حطه في كيس مع التفاح، التفاح بيتنفس يخليه يستوي أكثر. بس أنا نصيحتي أنه ما أحد يروح يشتري أكثر من حاجته، خاصة الفواكه. خلي عندك دائما لو أنت بتحب الفواكه عندك محل الفاكهة الخاص حقك اللي تمر عليه على الأقل مرتين في الأسبوع، لأنه الثلاجة اللي عندك في البيت درجة حرارة واحدة. أنا لأنه بتعامل في الموضوع هذا، لا البرتقال بنحطه على 4، الموز بنحطه على 13، التفاح على 2، التوم بنحطه على 0 عشان يعيش أطول. كل شيء له درجة حرارته طبعا، مو زي بعض. لا 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 طبعا، عشان كده ما يعيش عندك كثير في الثلاجة، عشان كده أنا شوي التلف عالي. وتاني أرجع أنصح أنه الواحد يأخذ قدر حاجته. يا أخي في أوروبا بنشوفها، تروح السوبر ماركت تلاقي الراجل اللي قدامك وشاري موزتين وتفاحة وواحد طماطم ورايح يدفع وانت وراه عربي كل حاجة مليانة. انت وقت استاذ سيف الله، شكرا لك. سيدي انا تشرفت والله. الله يحفظك. شكرا لك. تسلم. مشاهدي الكرام ايضا شكرا لمتابعتكم، والى اللقاء.